مصر تسعى إلى ترويض أسعار المواد الغذائية في مواجهة تباطؤ الواردات ومضاربات التجار. مصر، ده خبر مهم وخبر إيجابي جدا. مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة الأسبوع المقبل. وزارة البترول النهاردة المهندس طارق الملا كان بيتكلم بيقول مشروع إنتاج السولار بأسيوط أهم مشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي، وده اللي يؤدي الاكتفاء الذاتي كمان ودعم لمحافظات الصعيد والمشروعات، وبالتالي بتحقق إجراءات، بتحقق أيضا يعني دعم كبير جدا وإمدادات الوقود لمشروعات النمو والتنمية اللي بتكون عندنا في الصعيد، واللي بتخدم طبعا هذا المشروع، مشروع حيوي اللي في أسيوط، واللي بيخدم كل أهالينا وبيخدمنا كلنا في صعيد مصر. تراجع عنيف للدولار بالسوق السوداء، خسر 23.6% في 5 أيام وسط توقعات بانخفاض كبير خلال أيام. إذن في تراجعات كبيرة جدا للدولار ومضاربة على الدولار والتجارة في الدولار في السوق السوداء، خسائر كبيرة جدا خلال 4-5 أيام اللي فاتوا، والتوقعات كمان اللي جاي كمان هيبقى فيه تراجع. مش أنا اللي بقول، خبراء اللي بيقولوا مش أنا. آلاف السياح يحتفلون بظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك في مصر اللي كان النهاردة صباحا. وزارة التخطيط الدكتور هالة السعيد 302 مليار جنيه دعم للحماية الاجتماعية بخطة العام المالي الحالي اللي تخلص في 30 يونيو القادم. 302 مليار، احنا لسه بنتكلم اهو، شوفوا الدولة عاملة ايه عشان تمتص جزء من صدمات ارتفاع الأسعار، فبتعمل حماية اجتماعية اهو بكام؟ ب 302 مليار جنيه. مصرفيون لا وقف لمبادرات التمويل العقاري وبنوك تنتظر صرف فارق الفائدة. مصر تبحث التعاون مع الولايات المتحدة لتوليد الهيدروجين الأخضر. الجزائر ترفض القرار الأوروبي بتحديد سقف الأسعار الغاز. لازم كل الدول تعمل كده. تونس ترفع أسعار مياه الشرب، ده يمكن الخبر ده كان من امبارح، والاجراءات اللي واخداها تونس، طبعا تونس في ظل الاوضاع الخاصه بالاوضاع الاقتصاديه، ولكن طبعا والصندوق ليهم تعامل مع صندوق النقد، ولكن عاملين بعض الاجراءات اللي هي يعني بيحاولوا يعني يمتصوا بيها بعض الامور وفي الوضع هناك، الوضع الاقتصادي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النهارده يوجه بتكثيف العمل على تقليص زمن الإفراج لمختلف الشحنات الموجودة في المواني بالمواني. للأسف طبعا الـ الوجه القبيح زي ما موقع سبق بيقول، أعيده طبعا، كان فيه هجوم كبير جدا من جانب بعض المشجعين والعنصرية التي استهدفت مجموعة من لاعب المنتخب الفرنسي من القارة السمراء من إفريقيا، وكانت طبعا وجه القبيح للكرة الفرنسية يظهر مجددا بعد خسارة المونديال. الاتحاد الفرنسي، سنلاحق من أهان لاعبينا ولن نتسامح مع العنصرية. طبعا ده واضح قوي، واضح مع كومان، واضح طبعا مع عدد من لاعبي المنتخب الفرنسي، 2 تحديدا اللي هم ضيعوا ضربتين جزاء، وبالتالي فازت الأرجنتين بالمباراة النهائية، وتعرضوا لحملة شرسة وبدأوا يذكروهم بأصولهم كذا من الدولة الفلانية وغيره، وبالتالي طبعا كان هناك استهداف وحملة عنصرية وحملة غير عادلة، وبالتالي طبعا هناك تحرك من جانب الاتحاد الفرنسي لمواجهة من قاموا بهذه الحملات واستهداف نجوم المنتخب الفرنسي، لأن هذه عنصرية، والناس تقول لك آدي حقوق الإنسان، شوفوا بقى بيتكلموا إزاي على لاعبي المنتخب الفرنسي عشان إنهم ضيعوا ضربتين جزاء. بوتين رفع جاهزية القوات النووية الروسية بأكثر من 90%. بوتين النهاردة اتكلم طبعا في اجتماع موسع مع كبار القادة العسكريين،
اتكلم على مهام الجيش الروسي في العام الجديد، واتكلم على الخبرات العسكرية اللي يملكوها، اتكلم على توازن الرادع النووي، وقال توازن الرادع النووي ده هو الأساس لاستقرار العالم، اتكلم على صواريخ السرمات اللي هتدخل قريبا، قالك في يناير الجاي هتدخل في الخدمة، وصواريخ سيركون أيضا قال لك هذه الصواريخ أيضا هتدخل الخدمة في مطلع العام الجديد، وقال هذه الصواريخ ليس لها مثيل في العالم وفرط صوتية والعابرة للقارات. اتكلم النهاردة بتهديدات واضحة وتهديدات مبطنة، ولكن بيتكلم على الرادع الاستراتيجي، وقال إن احنا هدفنا الأساسي إنه لابد، قال العدو هدفه الرئيسي تفتيت روسيا، وقال لن نسمح بهذا الأمر، وقال عندنا نمتلك ما لدينا من قوات كبيرة وقوات هائلة، وبالتالي ان احنا اللي حصل في الماضي لن يعود مرة اخرى. الكريملين: ليس هناك فرصة لمحادثات مع اوكرانيا في ظل زيارة زيلينسكي. وصل زيلينسكي من حوالي ساعة الى العاصمة الامريكية واشنطن، عنده اجتماع مع الرئيس الامريكي جو بايدن، عنده كلمة هيلقيها امام الكونجرس الامريكي، واستبقت الولايات المتحدة هذه الزيارة بدعم عسكري كبير، صفقة صواريخ باتريوت هيدوها لي، وده تطور كبير في منظومة الدفاع الجوي الأوكراني، واللي روسيا كمان عبرت عن غضبها من خلال الرئيس بوتين النهاردة عن هذه المنظومة، وروسيا قالت أن سوف يتم استهداف جميع الأنظمة وكل الأسلحة التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا. شويجو وزير الدفاع الروسي النهاردة اتكلم أيضا في حضور الرئيس الروسي بوتين، وقال أن روسيا ساعدت في منع ثورة ملونة في كازاخستان عام 22، العام الحالي يعني. خدمة الدين ودعم الطاقة يفاقمان عجز الموازنة البريطانية. مستوى قياسي للاقتراض العام البريطاني 22 مليار جنيه استرليني. البنك المركزي الهندي بيتكلم حتى انه في أزمة جاية تاني، ربنا يستر يعني. العملات المشفرة قد تكون وراء الأزمة المالية المقبلة. ده مين؟ البنك المركزي الهندي. الانكماش العالمي يدفع شركات كورية إلى العمل بأقل من 80% من طاقتها. إيلون ماسك لما عمل الاستفتاء أول امبارح، وعشرة مليون اللي هم أكتر من 57% من أدلوا بأصواتهم قالوا أيوة تنحى، عمل النهاردة كتب وقال لك سأتنحى عن منصبي في تويتر عندما أجد زي ما قال كده غبيا يقبل بهذه الوظيفة. أسعار الذهب عالميا تسجل أعلى مستوى منذ يوليو، والأوقية 1800 دولار. النيابة العامة تحيل منى شلبي المحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، كانوا عاملين وقتها وقال لك هيسيبوها وهيعملوا، مفيش حد فوق القانون في هذا الوطن العظيم، الكل هناك سيادة للقانون. ريال مدريد، خلوا بالكم الرقم اللي جاي ده، يرصد ميزانية مليار يورو للتعاقد مع كيليان امبابي نجم المنتخب الفرنسي. انتوا متخيلين الرقم؟ مليار يورو رصدينها في 4 سنوات عشان يستعينوا بخدمات امبابي. ريال مدريد ميزانية دولة، ميزانية دولة مليار يورو في 4 سنين. مقترح بوضع صورة ميسي على عملة الأرجنتين بعد إنجاز كأس العالم، وإنه يحط صورته على العملة البيزو الأرجنتين، العملة الأرجنتينية. مصر تطالب الانتربول الدولي بالقبض على الإرهابيين معتز مطر ومحمد ناصر وعبد الله الشريف بعد إدراجهم على النشرة الحمراء، زي ما الخبر بيقول على موقعنا موقع صدى البلد، إنه مصر بعتت للإنتربول الدولي بالقبض عليهم، وبالتالي ولكن طبعا هم فيهم بعض الناس خارج بريطانيا، بريطانيا لا تتعامل إطلاقا، وأنا بقول لكم أهو عشان الناس تبقى عارفة ما بقاش عندها صدمة، لو كانوا في أماكن أخرى كانوا لكن هم موجودين حاليا في بريطانيا، معرفش الواد الهارب اللي الشريف ده بريطانيا ولا لا، ولكن مطر وناصر موجودين في بريطانيا، وبالتالي بريطانيا لا تسلم ابدا. مصر طالبه ارهابيين موجودين في بريطانيا منذ عام 93. تاني بقول لكم معلومه بالمناسبه، انا بقول معلومه، مصر منذ عام 93 طالبه من بريطانيا ارهابيين على القوائم الحمراء يسلمونا،
ما سلموش ولا واحد، وما بريطانيا ما بتسلمش، سلمش حد، سلم امريكا بس. بلد الوحيده بتسلموها سلموا الولايات المتحده الامريكيه فقط، ما سلموش دول تانية. فاللي قاعد هناك قاعد عنده ارهابي، قاعد عنده ارهابه هو مستضيفه. مش يقول لك احنا بنحارب، ما حاربش، هو بيدعم. اذا فتح قنوات كلها عنده، اذا بقت كل منصات ازرع الارهاب بالكامل موجوده في بريطانيا. دي دول بتدور على مصالحها، ودول بتاخد ناس دي تستفيد منها، تستفيد منها ويفيدوهم وكذا، وينفذوا المخطط بتاعهم والاجنده بتاعتهم من التسعينات، مش من النهارده، عشان ما حدش بس يقول لك انتربول. انا بقول لك اهو الانتربول من الاخر، يعني ما من التسعينات، مش من النهارده، من التسعينات. خد بقى من ايام ياسر توفيق علي السري وهاني السباعي واللي بعده واللي بعده واسامه رشدي وكل كل العناصر، كل ده وانت جاي، وابراهيم منير قبل ما يموت وبعد ما يموت، وكل دول موجودين هناك وقاعدين. سلموش حد.